مصر الأولى على مستوى العالم في معدلات حالات الطلاق. الخبر ده كان مفجع بالنسبة لي جدا جدا، على الرغم ان انا وحضراتكم كلنا شايفين قد ايه ان المجتمع المصري بيعاني من مشاكل كثيرة جدا جدا في العلاقات الأسرية. زمان كنا بنشوف سي السيد وأمينة، وإن أمينة ما تقدرش تخرج من غير إذن سي السيد، وقد إيه إن سي السيد ده كان يعني متحفظ جدا جدا في كل حاجة. دلوقتي بقينا نشوف نوع تاني من العلاقات ونوع تاني من الأشكال الخاصة بالحياة الزوجية. بقينا نشوف زوج بيقتل زوجته، بقينا نشوف زوجة مغلولة ومقهورة للغاية إنها بتمسك سواتير وبتقطع وبتخلي كأنها بتذبح فرخة. وصلنا للمرحلة دي ليه؟ السبب؟ ايه الحلول؟ انا بس في البداية عايز اشكر استاذ مصطفى عفيفي رئيس تحرير البرنامج انه خلانا نناقش هذه الفقرة بمنتهى الاهمية، لانه فعلا هي بقت ظاهرة يعني لازم اننا نركز عليها، وتحديدا لما مصر تكون الاولى على مستوى العالم في ارتفاع معدلات الطلاق. اذا احنا عندنا مشكلة، ليه وصلنا للدرجة دي؟ تفاصيل كتير هنعرفها من ضيوفنا اللي منورنا في استوديو اللون الأخضر، مع دكتور فيروز أبو عمر مستشار التدريب بموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. منوراني. مرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. وبما اننا بنتكلم بقى ان المرأة شوية واخدة حقها من الناحية القانونية، والرجال قاعدين بيقروا علينا وبيقولوا ان الست اخدت حقها بشكل كبير قوي من الناحية القانونية، ما كانش ينفع ابدا نناقش هذه الفقرة من غير ما نهتم بالجانب القانوني، وهذا الجانب هيكون مع الاستاذ ياسر ابراهيم المستشار القانوني. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. منورني. انا هاجي لحضرتك بسرعة في موضوع ان المرأة فعلا هي واخدة حقها ولا لا، ولكن لازم اروح في البداية لدكتور فيروز. ليه احنا بقينا رقم واحد على العالم في ارتفاع معدلات حالات الطلاق في مصر؟ ودي الحقيقة يعني كانت صدمة. لا، هي الصدمة الأكبر لما تعرفي إن كل مثلا ساعة في 6 حالات طلاق. دي صدمة أكبر. الصدمة الأكبر لما تعرفي إن في 40 سنة اللي فاتت أو في 50 سنة اللي فاتت ارتفعت النسبة من 7% إلى 40%، قفزت. دي الصدمة الأكبر. أما بقى موضوع ليه، فهو موضوع كبير قوي، اللي هو موضوعنا النهاردة بتاع الحلقة. ليه؟ لأن كانت البنت زمان في عيلتها يعني حلمها الأكبر إن هي تطلع من البيت ومن القيود اللي في البيت على حاجة يعني تبقى فيها شوية حرية، على حاجة فيها شوية رومانسية مع الزوج، ويتعيش بقى حياتها اللي هي بتتمناه. النهاردة العكس هو اللقاء. النهاردة البنت في البيت واخدة حرية كاملة. القيود ما بقاش فيه قيود، عايزين برضو نقول يعني مش الكل عشان التعميم. وراحت لبيت مع الزوج حست ان هو لا، ده القيود بقى هتبدأ تيجي، ومن هنا بتبدأ عندنا الخلافات. كمان مع يعني عدم تحمل المسؤولية. لا الولاد عارفين يعني ايه جواز، ولا البنات عارفين يعني ايه تكوين أسرة. طب ليه هما مش عارفين؟ نرجع لحاجة مهمة قوي، اللي هي الأسرة نفسها، واللي هي برضو مؤسسات الدولة نفسها. صحيح. الأسرة نفسها ما ربطش البنت على ان هي اعداد زوجة، ده ما حصلش. يعني كلنا او معظمنا بندلع اولادنا بشكل معين، بنقول مش عايزين نحملهم الهم، مش عايزين نكبرهم بدري، مع ان ده ما هو الصح. المفترض ان احنا تدريجيا بنبدا نبث في البنت ان هي هتكبر، هيبقى عندها اسره، تمام، هتكون الموضوع ده. الحاجه كمان الثانيه المهمه قوي، ان معظم المشكلات الزوجيه ما بين الزوج والزوجه بقت على السطح، ما بقاش في غرف مغلقه يتم فيها مناقشه المشكلات، لكن بقت علنا قدام الولاد. فاصبح السيفي اللي عند البنت من الجواز حاجه متدنيه جدا، بتاخدها كتجربه ما بين تنجح ما بين تفشل، مش حامله هم المسؤوليه ان هي احتمال الفشل ده بيكون قد ايه مؤثر على شخصيتها. فالاعداد من الاسره ده شيء مهم قوي قوي، والاعداد من الدوله شيء اهم من الاسره كمان، اللي هو مؤسسات التعليم مثلا على سبيل المثال. لما جينا نقدم مشروع ان احنا نقول لوزاره التربيه والتعليم لازم تدرس بعض الجزئيات للولاد والبنات عن تكوين الاسره، طبعا اتخذت بمفهوم خاطئ خالص. ازاي واحنا هندرس ده ما ينفعش، والقيود بالرغم ان احنا لو دخلنا عندنا على الشرع وعلى الدين هنلاقي ان ده لازم يدرس من سن مبكره للولاد والبنات. اكيد يعني لازم يا دكتور الاباء والامهات يبنوا
في الطفل أو الطفلة منذ الصغر أنك هتكون أب في المستقبل وأنك هتكوني أم في المستقبل، ويكون كل منهم حريص على أنه هو مثل. بالظبط، ما هالبنت هتقلد الأم والولد هيقلد الأب. احنا نتوقف طبعا عند موضوع التقليد ده لأنه ده باع آخر، وهرجع لحضرتك فيه مرة تانية. ولكن أستاذ ياسر، بلغة القانون كده البينة على من ادعى والدليل على من أنكر، صح كده؟ طيب، اللي ادعوا ان احنا واخدين حقنا، اللي ادعوا طبعا هم الرجال، واحنا انكرنا لان احنا شايفين ان حقنا مهضوم. حضرتك شايف اننا فعلا قانونا وبدون تحيز، وانا يعني بصفتي اعلاميه لازم اكون محايده، فعلا السيدات واخدين حقهم من الناحيه القانونيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات واخدين حقهم من الناحيه القانونيه، ده حقيقي. لا، احنا لو جينا زمان، عشان برضو ما يبقاش في تحيز لحد، كان دايما الزوج يقول ايه للزوجه لو حصل خلاف بينهم وبين بعض، وصل الموضوع لخلاف بينهم وبين بعض، يقول انا مثلا هسيبك زي البيت الواقف. دي كلمه كنا بنسمعها زمان قوي، صحيح، ان حته تسيبك زي البيت الواقف دي كانت موجوده. دلوقتي هي بترد عليه، انا هخلعك. يعني دلوقتي بقى الموضوع ده خلاص، بيت الواقف بقى خلاص بقى في خلع دلوقتي. الخلع دلوقتي بقى هي اللي ماسكه في ايديها موضوع القلع، هي المحكمه تحكم لها بالقلع. الحضانه معاها لسن 21 لغايه للذكور والاناث لحد سن الزواج. يعني انا شايف ان هي حقوقها واخداها متكامله في المسائل القانونيه. بالعكس، ده الزوج كمان في ظلم عليه كتير قوي، لو خصوصا وصلوا المشاكل بينهم وبين بعض في المحاكم. دايما هو بيبقاش عنده حاجه واحده بس اللي بيبقى عنده، اللي هو يعمل لها انذار طاعه وبيخسره كمان. ولكن ان هو ممكن ياخدها ويعيشها في مكان غير لائق. لو هنتكلم على موضوع الطاعه، قله وزير والحاجات اللي بنتحايل عليها بالقانون، احنا وفرنا لها المسكن. طب ما هي كده برضو الست، انا برد على الجانب الاخر. وفي نفس الوقت الرجل طبعا بيتعرض لظلم شديد ساعه وجود قرار برفع قضيه خاصه بالخلع، ولكن برضو في الناحيه الثانيه الست بتخسر. يعني بمعنى اصح، زي ما بنقول كده بالبلدي، انها بتبري من كل حاجه، فبالتالي برضه هي بتخسر. لا، بتخسر، ما بتبرهوش من كل حاجه، مش كل حاجه. هي بتبرئ من حقوقها الماليه، اذا كان مهر، نفقه متعه، نفقه عده، مقدم الصداق اللي هو بيبقى دايما وغالبا 1 جنيه. ده مهم، ده 1 جنيه اللي بتبقى مقبوض، ده بترد المقبوض اللي هو 1 جنيه. اما القايمه بتاعت عين الجهاز دي تعتبر وصله امانه، بتاخد القايمه بتاعتها. حضانه الاطفال من حقها، نفقه الاطفال طول ما هم في حضانتها معاها. يعني برضه هي يعني ده مش حقوق انها سابتها، يعني هي بتتنازل عن الحاجات اللي تخصها الماليه، ولكن القايمه بتاعتها بتاخدها عادي وبترفع بها قضايا. بتاخد نفقه المقدم الصداق في الخلع، هي بترفع له المقدم الصداق، بتطلع له انذار على يد محضر بالواحد جنيه، الجنيه اللي هو دفعه المقبوض، والمؤخر بقى سواء 20 30 100 دي حاجه ثانيه، دي خالص ملهاش دعوه. هي بتديله اللي قبضته. لكن هي بتاخد مؤخر؟ مؤخر ايه؟ المؤخر بتاعها؟ لا، هي اللي استلمته ايه؟ هي بترد عليه، بترد اللي قبضته. المقبوض كان 1 جنيه. ده اللي معتبر، اللي يعتبر في معظم المصريين 1 جنيه، فبترد له 1 جنيه على يد محضر ويروح له بيه استلام. ما استلموش بتحط له في خزنه المحكمه. طب قانون الاحوال الشخصيه منصف للطرفين تحديدا بقى بعيدا عن الخلع؟ لا، هو لو احنا اتكلمنا على الانصاف للطرفين، احنا كنا عايزين حاجه افضل من كده. هو الخلع كان في استعجال، يعني تم سلقه. كان عندنا لجنه سيزاو الدوليه هتتعقد سنه 2001، فكان في الفتره دي لازم يطلع قانون بسقف المراه. فهو ده ليه مشروعيه، احنا ما بنقولش ان ملوش مشروعيه، لا مشروعيه في الفقه، وليه مشروعيه في القران وفي السنه. مشروعيته في القران موجوده، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اواخر سوره البقره. مشروعيته في السنه، لما راحت امرأة ثابت بن قيس للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له: أنا لا أعيب على زوجي لا خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فالرسول رد عليها: ألا أتردين علي حديقته؟ فقالت: نعم وأزيد. رواية أخرى بتقول: وأزيد. فالرسول قال لها: أما الزيادة فلا. وأمر ثابت بن قيس وقال له: طلقها تطليق. فطلق. الرسول ده وحي سمائي، وحي بينزل عليه من السماء. يعني الرسول ده تنزيل من عند ربنا سبحانه، يعني تنزيل سماوي، مش تشريع وضعي، مش قوانين وضعيه احنا اللي بنوضعها. كان ممكن الرسول يخلعها اهو، صح ولا لا؟ كان يقدر. ده حاجه من عند ربنا بقى، ده راجل منزل من السماء عليه وحي. لكن
لما يجيب الرسول ثابت بن قيس ويأمره انه يطلقها، خلى الامر بايد مين؟ بايد الزوج. فاحنا كنا بنقول اللي بيعاب على الخلق، احنا عايزين الامر بايد الايه؟ بالزوج. يعني القاضي بدل ما يخلع الزوج يديله امر انه يطلقها خلع. تمام. يبقى الامر ان هو يطلقها خلع، مش القاضي اللي يخلعها. وموضوع الخلع ده حصل عليه مشاكل كتير قوي 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 قوي، يعني في عدم مشروعيته او عدم دستوريته، مخالف للشريعه، في احكام فيه مخالفه للشريعه. يعني الامام احمد بن حنبل والشافعي يعني قانون الخلع غير مطابق للشريعه، ده كلام خطير على فكره. لا لا، في اجزاء منه. أجزاء انا قلت حاجه واحده دلوقتي، قلت لك انا مش عايز القاضي اللي يطلق، انا عايزه يؤمر بالخلع، يؤمر الزوج انه يخلعها. وده مش موجود. لا ده القاضي اللي بيخلع. ما انا بقول لحضرتك القاضي اللي هو الزوج ما فيش في ايده حاجه، لو هم ما وصلوش لحل مع بعض فالقاضي بيحكم بالتطليق خلعا بين الزوجين، ويبقى الحكم منين؟ من القاضي. دلوقتي احنا مثلا القاضي دلوقتي واحده رفعت على زوجها قضيه خلع، وصلت للقضاء ردت له مقدم الصدى، القضيه تداولت بين المحاكم، في المحكمه بينهم وبين بعض. دلوقتي الزوج محروم من حاجات كتير قوي، انطعم بعدم دستوريتها. انا هقولها لحضرتك، الفقهاء زي ما قلت لحضرتك في البدايه، فقهاء السنه قالوا ان لابد من التراضي، لابد من التراضي بين الزوجين على الخلع. يعني هم يقعدوا مع بعض يتراضوا، من في حكم من اهله وحكم من اهلها، يتراضوا على الخلع بينهم وبين بعض. لو ما تراضوش لا يبقى في حل تاني بينهم وبين بعض، لكن لابد ان يكون الموضوع بايد الزوج، بايد الزوج، برضا الزوج مش غصب. ما هو لو تراضي يا استاذ ياسر كان هو ممكن يكون طلقها. هو يعني الزوجه امتى بتلجا للخلع؟ لما الزوج يكون متعنت ورافض. مش في كل الاحوال، مش في كل الاحوال. ما هو ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان بيكون عندها جانب من الخساره. انا ما بمنحش انها ترفع قضيه خلع، انا بقول ان القاضي لما يحكم لها يحكم على الزوج انه يامره بالخلع. يبقى هو ايه؟ طلع من الزوج الامر بالخلع، للقاضي اللي امره بالخلع طلعت من الزوج، زي ما واحد يطلق. ده ممكن يكون تعديل قادم في القوانين. ما احنا بنقول يا ريت كده، يا ريت كده، لكن انا بقول لحضرتك دلوقتي، انا هكلمك دلوقتي على الجزئيه ديت. رضا الزوج ده الشرع اقره، والفقهاء احمد بن حنبل والحنفيه اقروا ان لابد ان الزوج يوافق ويبقى برضاه، برضا الطرفين. ما وصلش الرضا بيوصلوا للمحاكم مع بعض. طب لو وصلوا للمحاكم مع بعض، في حاجه في بتشيب الاحكام اللي بتطلع للزوجه بالخلع؟ في قال اول حاجه في انطعن على الكلام ده بعدم الدستوريه قدام المحكمه الدستوريه، الحرمان من الطعن اول حاجه. في الموضوع الخلع الحرمان من الطعن. اي حاجه في القضاء بتبقى على درجتين تقاضي، ده اساسي. يعني لما يبقى في موضوع ابتدائي في النزاع الابتدائي، اول درجه في النزاع الموضوعي يبقى على درجتين تقاضي، ضمان للحياديه، ضمان لاستقلال الحكم، ضمان لعدم فساده، ضمان لعدم بطلان الحكم من القاضي. يبقى في درجه هي المحكمه الابتدائيه، ودرجه ثانيه اللي هي درجه الايه؟ الاستئناف. انا هتوقف مع حضرتك عند النقطه دي، وهنرجع مره ثانيه للناحيه الاسريه عشان نبقى عاملين توازن في الناحيتين. دكتوره فيروز، كنا بنتكلم على الاثار السلبيه اللي ممكن انها تقع على الابناء نتيجه لوجود المشاكل والخلافات الاسريه. دلوقتي ما بقاش عند الاباء الوعي الكافي انه ممكن الاب يهين الام قدام الابناء، وتحديدا انا بيوجع قلبي ان الابناء هم اللي بيكونوا الضحيه. وفعلا لو في كلمه اكبر من فكره ان هم فعلا ضحيه، هم فعلا ضحيه، واحنا اللي بنجني عليهم بايدينا. لما البنوته بتشوف باباها ومامتها مطلقين ومنفصلين بيكون عندها خوف، لو شافت ملاك قدامها نازل من السماء بتبقى خايفه. والولد نفس النظام، حتى لو كانوا الاباء يعني كويسين جدا ومتفاهمين جدا جدا بيبقى خايف ويقول انا هاخد واحده نتطلق ويحصل مشاكل و و و. حل المشكله دي ايه؟ واحنا بنقول ان احنا عندنا يعني معدلات كبيره جدا جدا في الطلاق. تمام، زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه، عندنا سياسه الابواب المغلقه للاسف الشديد ما بقتش موجوده، فكل زوجين لازم عندهم كل الحرص والحرص الكامل على ان فعلا اي مشكله تناقش بعيدا عن الاولاد. في بعض المشكلات لازم يدخل فيها الولاد اذا كانت حاجه خاصه بالاسره كلها، اما المشكلات الزوجيه الخاصه لازم تبقى بعيد جدا عن الولاد. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا اما البنت بيتولد لديها رغبه انتقاميه من الرجل لما كانت بتشوف الاب قاسي على الام،
وده اللي بيحصل بقى مع اللي بتقتل جوزها واللي المشكلات القائمه اللي حضرتك ذكرتيها في البدايه، والولد برضو نفس الكلام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بفكر وبقول طب هو الاسره الصغيره اللي موجوده عندي دي هتطلع ايه للمجتمع؟ هتطلع لنا ولد وبنت بنفس الاستنساخ بتاع الاسره دي. يبقى لازم بالتالي ترتفع نسبه الطلاق زي ما قلنا في البدايه. طب ايه الحل للكلام ده كله؟ في حاجه ظريفه جدا عملها مهاتير محمد، ويعني حاجه نفسنا ان احنا يعني بنقوم عليها لكن للاسف شديد ما فيش التنفيذ الكافي. عمل ايه؟ لما ولد وبنت بيبقوا مقبلين على الزواج بيديهم اجازه شهر مدفوعه الاجر. في ماليزيا اجازه شهر مدفوعه الاجر، ويدخلوا ياخدوا دوره اسمها اعداد الاسره او تكوين الاسره اللي احنا هنا في مصر بنديها وبنقول عليها الارشاد الاسري. الدوره دي بتعرفهم يعني ازاي تبقى زوجه، ازاي تبقى زوج، ازاي ما بقاش في مشكلات، وان وجدت ازاي نتغلب عليه. شهر مدفوع الاجر، عدد ساعات، ده كله علشان تكوين الاسره. عشان كده انخفضت عندهم نسبه الطلاق من 23% ل 7%. يبقى دول بتسعى على خفض نسب الطلاق، واحنا للاسف الشديد يعني النسب بترتفع بشكل غير عادي. تمام. طب احنا بقى نعمل ايه؟ خلاص الناس بقت موجوده وفي مشكلات قائمه ما بين الازواج. دورات الارشاد الاسري الموجوده بتنقسم عندنا ثلاث حاجات، اللي هي البري مارج قبل الجواز ده للولد والبنت، وبرده بيشارك فيها الوالدين، اللي هي معايير الاختيار. البنت تختار على اي اساس والولد على اي اساس، والوالدين يختاروا زوج البنت او زوجة الابن على اي اساس. طب خلاص الناس المتزوجه فعلا وعندها بالفعل مشكلات، بياخدوا بقى الدوره هي المارج نفسها، ان المشكلات بقى ازاي نحلها، ازاي نغير ونعدل من انفسنا عشان فعلا يبقى في التوافق. انا هعرف من حضرتك ازاي نقدر نعدل فعلا من انفسنا، وهنكمل مشاهدينا فقرتنا عن المشاكل الخاصه بالزوجين، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين فقرتنا عن المشاكل والعلاقات الاسريه. دكتور فيروز ارجع لحضرتك مره ثانيه، وكنا قبل الفاصل بنتكلم انه في بعض الدول بتدي دورات تدريبيه في اجازه مدفوعه الاجر لكل بنت وولد مقبلين على الزواج. يعني احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على يعني البنود اللي بتشملها هذه الدورات، وازاي فعلا يكون عندنا يعني حدود معينه لازم نلتزم بيها جدا جدا اثناء اختيار الزوج او الزوجه. تمام. احنا بنقول ان احنا عايزين الحدود دي نحطها ونبينها او نوضحها للبنات والولاد. البنت النهارده بتلاقي حلم حياتها ان هي عايزه شاب سنا قريب منها، عنده كل المقومات الماديه تكون موجوده، بص اكتر للوضع الاجتماعي والبرستيج، وعايزه تعيش زي صاحباتها و الى اخره. حتى لو هي اخذت ده، احنا ما غزلناش فيها ان ممكن ده كله يحصل دروب في الحياه ويتغير الوضع من حد ماديا مرتاح قوي لحد ما فيش خالص. الازمات الاقتصاديه اللي بتحصل، وقت ما بتحصل ازمه اقتصاديه اذا كان معيار الاختيار ليها وللاهل على انه راجل غني وعلى انه مرتاح ماديا وعلى ان ابوه سين او صاد، لما بتحصل المشكله دي خلاص بينهار البيت. يبقى كان اساسا البيت قائم على ايه؟ على معيار ليس هو الاساس في بناء الاسره. بناء الاسره ده المعيار الاساسي فيه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ان جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. يعني معيار الدين ده اساس، فاصفر بذات الدين تربت يداك، هو ده. للبنت اللي عندها دين او متدينه، احنا ما نقولش بقى اللي هي المنقبه و الى اخره، يعني الشكل اللي هو ما نقول كلمه دين بياخد في ذهن الناس شكل مختلف تماما، لكن الدين ده بيغرس جوانا احنا قيم واخلاق ومعايير جميله جدا للاختيار. ليه احنا ما نعملش ده؟ وليه ما نخليش بالنا قوي من حاجه مهمه جدا اسمها التوافق؟ التوافق ده بيشمل توافق اجتماعي ما بين الاسرتين مع بعض، توافق مادي حتى ما يبقاش المستوى المعيشي فيه الرينج ما بين ده عالي قوي ده منخفض قوي، برضو بيحصل هنا ازمات وبيحصل مشكلات. تمام. المستوى الفكري والثقافي وهو ده الاساس. يعني ما ينفعش واحده مثلا تكون دكتوره وتاخد شخص دبلوم، انا مع الاحترام واضح وده موجود في مجتمعنا للاسف الشديد. طب هي بتعوض ده بايه بقى؟ للاسف بقى المعيار المادي اللي احنا قلنا عليه من شويه. طب بعد فتره خلاص هي اتجوزت والماده اللي هي كانت بتسعى لها بقت موجوده، هيحصل خلاف كبير جدا جدا لان الاثنين مختلفين، نمطين مختلفين تماما ما بين الفكر الثقافي هنا والمستوى الثقافي والمستوى الثاني. فالمستوى الثقافي والفكري اساس. ليه؟ وارد جدا ان احنا نتعرض لمشكلات كتير، اذا ما كانش في تقارب في وجهات النظر يبقى المشكله هتتفاقم وهتكبر اكتر. حاجه مهمه جدا بتؤدي الى معظم يعني حالات الطلاق، تدخل الابوين. صحيح. سواء كان بقى من طرف الزوجه او من طرف الزوج. المشكله بسيطه وقائمه،
في زوجات صغيرين في السن، يعني سن الطلاق عندنا ما بين 25 ل 35، دي اعلى معدلات الطلاق للاسف الشديد. يعني لسه في مقتبل العمر ومع ذلك بتبص تلاقي في انفصال. البنت بتمسك سماعه التليفون يا ماما وتفضل تحكي، الام طبيعي رد فعلها بيكون معاكس تماما، الولد نفس الشيء. وكمان الولد في مشكله اكبر من كده، ان تلاقي الاهل جوزوه جابوا له الشقه، يعني المهر الفرش، حسيت ان هم يعني لهم اليد العليا عليه، وبالتالي تدخلهم في حياته الشخصيه ده شيء مشروع جدا من حقهم، ما احنا اللي عملناه لك. صحيح. تمام، وتبدا من هنا المشكلات. لكن لو المشكلات ما بين الزوجين، ده بقى اللي هم بياخدوه برده بيعرفوه في الدورات اللي بنديها، ان ده يعني خط احمر، حياتك الشخصيه وحياتك الشخصيه خط احمر، خصوصا من الاهل، لان هم هيسامحهم. الاهل مش هيسامحهم، ويفضل عندي تراكم للمشكلات، كل ما يحصل مشكله نجيب بقى السي في بتاعه تاني من الاول، بيشيله بمعنى اصح. تمام. دكتور انا هكلم مع حضرتك في نقطه يمكن انا ذكرتها في البدايه، ان شكل الحياه اختلف. تمام. السيد ما بقاش موجود، وانا مش بقول ان لازم يكون في السيد، ولا امينه بقت موجوده، بقت شخصيات فضائيه مكوكيه ملهاش اي تعريف، ما بقاش في احترام، ما بقاش في موده، ما بقاش في رحمه، ما بقاش في ود والفه ما بين الزوجين، واختلفنا تماما. هنجاوب على السؤال ده، ولكن طبعا لازم نروح للناحيه القانونيه مره تانية. استاذ ياسر، كنا اثناء الفاصل قلت لي حاجه يعني اسلجت صدري، انه كان في قضيه ما بين زوج وزوجه انفصلوا، وبعد كده الزوج تزوج مره اخرى وكان دخله 900 جنيه، وراح قال للقاضي انا دخلي 900 جنيه، فالقاضي حكم للزوجه الاولى ب 600 جنيه نفقه، وهو وزوجته الثانيه خدوا 300 جنيه بس. يعني اشرحت صدري وحسستني ان احنا يعني الى درجه كبيره جدا جدا القانون بينصفنا. بس برضو هنقول ان احنا عندنا مشاكل، مشاكل موجوده في بعض الحالات، خاصه بالنفقه، خاصه بسن الحضانه، وكمان برؤيه الاطفال من الطرفين، لانه في بعض الاوقات الزوجه بتتعنت جدا جدا، انا بحاول اكون منصفه مع الرجال برضو، الزوجه بتتعنت جدا جدا في انها بتسمح للزوج انه يشوف اولاده. فانا عايزه من حضرتك يعني تلخيص للمشاكل دي. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا لما اتكلمنا عن الخلع ما خلصناش لو انت جزئيه الخلع الاول. انت عارفه كام حاله خلع لغايه 2009؟ ديسمبر 2009 كان في كام حاله خلع في مصر؟ 55,000 حاله خلع، ما بين احكام نهائيه، ما بين 27,000 قضيه تم سحبهم من المحاكم، خلص الطلاق، خلص الصلح، دي حاجه يعلمها الله، 15,000 قضيه متداوله، 13,000 راجل مخلوع بحكم قضائي لغايه ديسمبر 2009 مش لل 2015. معنى كده ان في كل 7 ساعات حاله خلع بتقع في مصر. ده معدل كبير. 7 ساعات طبعا كتير. جينا بقى على موضوع الحضانه، سنه يعني الحضانه، سن الحضانه ده كان من سن 7 سنين للذكور للولد، 9 سنين للبنت. سنه 1985 تم التعديل. انا ماشي معاكي واحده واحده عشان تقولي ان ما خدناش حقوقنا او في حقوق، لا تمام. لا الحقوق متاخده كويس قوي. 1985 سن الحضانه للولد، قالوا لا من 7 سنين يبقى 9 سنين، البنت تبقى 12 سنه. خلاص؟ في نزلوا بعد كده قانون رقم 4 ماده 4 لسنه 2005، قالوا لا لا ده احنا هنغير تاني. الولد والبنت يتنوا سن 15 سنه في حضانه الام. بعد ال 15 سنه يخيروا، يبقى الولد لسن ال 21 والبنت لسن الزواج. طب في وضع زي دوت فين الاب بقى؟ لان الاغلبيه بتبقى في الحضانه للام، الاغلبيه الا في حالات اذا كانت متزوجه باخر. انا شايف ان في مشكله في قانون الحضانه بالنسبه للاب كمان، يعني انا مش بتكلم على يبقى الاب مظلوم في الحضانه ولا لا؟ لا انا معاك، في فتره معينه لازم يبقى فيه حضانه للاب فيها. في فتره معينه لازم الاب يبقى موجود في حياه الطفل فيها. طب ولو كان الاب متزوج؟ متزوج باخرى من الحضانه للام برضه. دي انت دخلت بقى على حته الرؤيه، ما هو لازم يبقى موجود، اذا كان الاب موجود ما ومتزوج باخرى الحضانه ما هي للام، دي اساسي، انا بتكلم عن الحضانه للام. الاب دلوقتي هل هيبقى في فتره معينه من سن المراهقه للطفل او للولد او البنت هو موجود في حياته مش هيبقى موجود في حياته؟ انا بسال حضرتك السؤال ده ليه في النقطه دي تحديدا، حضرتك قلت انه لازم يبقى في مساحه للاب على راسنا من فوق. ولكن لو الاب كان متزوج، فحضرتك عارف انه دور مرات الاب بيبقى اصعب بكتير. فعشان كده الموضوع بيكون للام، الاولويه للام في ايه؟ طبعا في التربيه، وان هي حاضنه لسن معين.
تمام. لسن معين. ونفترض دايما احنا بنفترض ان مثلا مرات الاب دي هتبقى ست قاسيه وست مش كويسه. لا، وانا باخد انا الحضانه بنقول القانون لسن معين، للذكر سن معين، للانثى سن معين. لا، احنا دلوقتي خلينا الانثى لحد ما تتزوج، والولد لحين سن 21 سنه اظن بلغ مبلغ الرجال دلوقتي خلاص، ده ممكن يفتح بيت كمان في سن 21 سنه. دلوقتي انا بقول الفتره ده هي الاب فين دوره معاه. اذا كنت هنتكلم بقى ان موضوع انه متزوج باخرى ماشي، ما هو الاب بيجي في المرتبه السابعه لما يبقى لما في ضم الحضانه لابنه، ما بيجيش في المرتبه الثانيه ولا الثالثه، ده بيجي بعد اخت الام واخت الاخت في المرتبه السابعه دوره. يعني هو مظلوم في كل شيء. فجينا لحل المشكله، جينا بعد كده لمشكله الرؤيه، ده مشكله الحضانه. تمام. 7 مليون طفل متنازع عليهم لغايه دلوقتي في بين الاب وبين الام، مين اللي موضوع الرؤيه بين الطرفين. انا معاك ان دي مشكله كبيره الحقيقه، ان الاب مظلوم فيها بدرجه كبيره. طبعا الطرف اللي هو الحاضن هو اللي بيبقى خلاص انا معايا الاطفال وفي حضانتي، فانا بضطر ارفع قضيه رؤيه، لان خلاص وصلنا للنزاع، وصلنا للنزاع، مفيش حلول وديه بتتن بيننا وبين بعض، والحلول الوديه ما بتبقاش مقبوله. فلما وصلنا للنزاع بيننا وبين بعض في المحاكم، انا باخد ايه؟ بشوفه 3 ساعات في الاسبوع لو اتحكم لي، وفي اي نادي اجتماعي او مقر حزبه او اي شيء او نادي رياضي 3 ساعات في الاسبوع. هل ال3 ساعات في الاسبوع دول كافيين لاب انه يقعد مع ابنه ويفهمه او يقعد معاه او يبقى فيه ود ورحمه؟ ولا في حاجه كمان، ده الرؤيه دي لمين؟ للطرف اللي رفع القضيه. صحيح. مش لجده، مش لجدته، مش لاي حد من قرايبه. يبقى في صله الرحم بتتقطع، الموده والرحمه بتتقطع، بنكون شاب في المستقبل معقد نفسيا ومدمر نفسيا. حاولوا يحملوا حلول للموضوع، قالوا لا يبقى احنا نغير الموضوع، الرؤيه 3 ساعات في الاسبوع دي نخلوها استضافه، تبقى في استضافه في اراء فقهيه واراء قانونيه. الاستضافه دي تبقى يوم في الاسبوع، وفي اجازه اخر العام تبقى شهر، بحيث ان الولد يبقى مع الطرف الاخر اللي هو مش محكوم له بالحضانه اذا كان الاب او الام، يقدر يقعد معاه، وغالبا بيبقى الاب يقدر يقعد معاه، يقدر ياثر عليه، يقدر يتفهم منه، يتشبع منه. وكده هيكون في انصاف اكتر للاب طبعا في ان هو يتعامل مع ابنائه. هرجع لدكتور فيروز مره ثانيه، واحنا كنا متوقفين ان شكلنا اختلف كتير. انا عايز اعرف من حضرتك احنا ليه اختلفنا عن زمان، وازاي برضو ننصح مشاهدينا اننا نرجع زي الاول، لانه الخير دايما في الاصل، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر، واحنا كان ماضينا جميل وذات خلق وسامي عالي جدا جدا. حتى جدودنا وابائنا من زمان كنا بنسمع انه في احترام جدا ما بين الزوج وما بين الزوجه، الاحترام ده دلوقتي ما بقاش موجود. شديد. انا بس تعالى على نقطه اثرها ست المستشار اللي هي موضوع الرؤيه. الولد لما بيروح الرؤية حتى لو 3 ساعات او حتى يوم في الاسبوع او حتى لو شهر في اجازه العام الدراسي، يعني ايه اللي بيحصل؟ هو بيكون رايح ومحمل من الام او مشحون من الام ضد الاب، او لو كان الاب الحاضن هيبقى هو العكس. يعني الطرف الحاضن دايما بيدي شحنه سلبيه مش ايجابيه، وبرده مش الكل، هنقول معظمهم عشان التعميم. تمام. تبقى الام يعني شحنه الطفل كويس قوي ناحيه ابوه ان هو عمل 1 2 3 4، ويروح يقعد مع الاب 3 ساعات، الاب بيحاول يدافع عن نفسه ويقوم يدي نفس القصه، فبيحس ان الطفل هنا متمزع ما بين الاثنين. فالموضوع النفسي خطير جدا جدا عليه. تعليقا على النقطه دي، ليه بقى احنا اختلفنا؟ دايما احنا بنقول ان المراه عايزه يعني تبقى مراه عصريه، وان هي عايزه يعني تسير العالم وتاخد حقوقها، والمساواه بننادي بيها. بالرغم احنا لو رجعنا لتاريخنا زي ما حضرتك اشرتي، هنلاقي ان المراه كانت واخده حقها قوي قوي حتى من ايام القدماء المصريين. يعني مين اللي حكم مصر قبل كده؟ ان كان كليوباترا، ان كان حتشبسوت او الى اخره. حتى وفي الاسلام يعني المراه كان ليها دور، ودور كبير جدا جدا. ويعني لنا في رسول الله اسوه حسنه، يعني اول من سند الرسول عليه السلام السيده خديجه وخلافه و الامثله كثيره جدا. فالمراه طبيعي واخده حقها. سنه 1823 كان قائم اول حزب في مصر، تمام، وكانت بترقصه سيده. فبالتالي احنا بنتغنى ونقول المساواه. طب خلينا نقول المساواه في ايه؟ هو الدور الرئيسي والاساسي للمراه هو ايه؟ ان هي زوجه وام وما يزيد.
لازم نركز على دول، زوجة وأم وما يزيد. وما يزيد بقى اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو اللي هي شغلها وعملها ونجاحها، ده شيء مطلوب جدا، حتى دي يعني رد فعل إيجابي على الأبناء. لما بتكون الأم قيادية وفي منصب كويس ومتعلمة ومثقفة، ده بقى شيء كويس جدا بالنسبة للأبناء. خلينا نرجع لأصولنا تاني، وخلينا دايما نوعي ولادنا وندرس لهم يعني ايه بيت ويعني ايه تكوين اسره، عشان بالتالي يبقوا نمط ونمط جيد ان شاء الله في المستقبل. اكيد ان شاء الله. استاذ ياسر، انا عايزه من حضرتك برضو نصيحه لمشاهدينا، تقول لهم ايه بالعقل القانوني وبالحس القانوني، واننا ازاي نقدر شويه نقلل من معدلات الانفصال داخل مصر. اهم حاجه، اهم حاجه بين الزوجين عدم الوصول للمحكمه. اول ما بيبقى في مشكله بتتفاقم بين الزوجين وخلاص وصلت لطريق مسدود ووصلوا المحكمة، ده بتتفاقم أكتر وبيبقى انتهت. أهم حاجة أن الزوجين ما وصلوش باب المحكمة، لأن وصولهم للمحكمة أكبر خطأ، أكبر. حتى لو اصطلحوا، حتى لو رجعوا البعض، بتسيب جرح غائر جوه نفسهم الاثنين. نصيحة غالية جدا جدا، أتمنى أن كل مشاهدينا ياخذوا بيها. أنا بشكركم على وجودكم معنا، دكتور فيروز أبو عمر مستشار التدريب بموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية. شكرا جزيلا لك نورتيني. والأستاذ ياسر إبراهيم المستشار القانوني، شكرا جزيلا نورتنا. أي أب وأي أم بيفكروا ياخدوا قرار الانفصال، أرجوكم راجعوا أنفسكم كتير جدا جدا، لأنكم مش بس بتظلموا أنفسكم ولكن بتظلموا أبنائكم. في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة نفسية وجسدية وعقلية يتعرض لها الأطفال. فيا رب إن شاء الله أتمنى لكل الأسر السعادة، ونبقى دايما كلنا رافعين شعار أسرة سعيدة. شوفكم إن شاء الله بكرة على ألف خير. تحياتي إسراء عادل، وإلى اللقاء.